هلا بداية حنقول الحمد لله على انه الله فك اسر المعتقلين بسجن حمص، وهلا عم نسمع كمان بسجن عدرا الشرطة هناك طلعوا المعتقلين وعبال سجن سيد نايا. هلا بداية شوف صديقي، ده في مداخلة لي قبل ايام لقناتكم كان احد من يمثل المقاومة يقول نحن عم ندعي للحل السياسي تطبيق 254، يقول مين النظام بده يفاوض اي نوع من المعارضة، هدول الارهابيين مرتزقة. تفضل. المشكله لم يعد عمليا في الارض من اصحاب الكلام الا الميدان، هاي واحد. الامر الاخر، نحن شفنا اليوم بقطر رئيس هيئه المفاوضات سيد بدر جاموس في لقاء مع وزير الخارجيه التركي، وبالتالي المعارضه جاهزه، المعارضه السياسيه، لان نحن نعرف انه المعارضه السياسيه في كل او اغلب كتلها منضمه ضمن هيئه التفاوض، وحتى اللي خارج هيئه التفاوض يلي جواتها بيمون عليهم. هلا بس في كلمه انا اعتقد مهمه جدا، ما يحصل في هذا مرتبط بقضيه الحل السياسي، ما يحصل في الميدان صراحه من تطورات وتحرير والى اخره، احد امرين، اما ان يكون متفق عليه دوليا الامريكان والروس والاتراك او حدا من الدول الفاعله هي الراسمه هذه الحدود، وبالتالي قضيه الحل السياسي راح يدخل ضمن هذا الرسم. واللي نحن عم نشوفه انه الشباب ماشيين بقضيه تحرير عسكري، نعم. ومش بس هيك، قضية كذلك اجتماع وطني. نحن عم نشوف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار الشعب السوري تقريبا عم بيحاول يجتمع في طبعا في المناطق من الشمال من إدلب إلى درعا وإلى السويداء. إما السيناريو الآخر أن يكون لا، ما في حل، ما في اتفاق دولي ولا في راسم عمليا خارجي لما يجري، وبالتالي هم السوريين نفسهم ببعضهم انفجروا بشكل أو بآخر، وحاولوا عم بيحاولوا كل الخبرات السنوات السابقة أنه يضبطوها، وبالتالي من يمسك القلم حاليا هو الشاهين، والشاهين وهو المعارك اللي عم يصير وهو التحرير اللي عم يصير. ونحن عم نشوف أنه كل هذه الجحافل اللي انطلقت لا يستطيع النظام السوري ولا حلفائه لا من الروس ولا من الإيرانيين على حسب هذا السيناريو أن يوقفوا هذا التمدد، وبالتالي من سيقرر الحل السياسي صراحة هم أهل الأرض. طيب الحل السياسي راح يكون هون. نعم. طيب أستاذ جمعة، إيران تم إضعافها في سوريا من خلال ضربات الإسرائيلية، وروسيا منشغلة بالحرب مع أوكرانيا ولا يستطيعون تقديم مساعدة عسكرية لسوريا، تركيا هي الوحيدة المستفيدة الأكبر من هذه الأحداث، حيث أعلنت الجميع من السياسيين الأتراك أعلنوا أن حلب هي ولاية 82 لتركيا. إذن هل من الممكن أن تضغط تركيا على هذه الفصائل لإيقاف هذا التقدم؟ إذا كان السيناريو الأول أول شيء هو الصحيح، يعني أنه هاي قرار دولي خطط دولي، ممكن نعم صحيح أن تكون تركيا لها علاقات، لها تواصلات، لها كذلك ثقل في المعارضين، ولكن نحن عم نحكي كذلك عن المعارضين أو على الفصائل العسكرية في الجنوب. تركيا ما إلى حدا بالجنوب، هاي القضية، يعني هم عمليين نحن عم نشوف كأنه عم يصير كتلة صلبة عسكرية قوية جدا، أعتقد تتجاوز خلينا نقول تتجاوز بمراحل ربما الثقل التركي في الميدان. هذا والامر الاخر، لا اعتقد لا تركيا ولا غير تركيا، وهلا عم نحكي انه اسرائيل ممكن انه كمان تاخذ شوفي من شمالها يعني من جنوب السوري، لا اعتقد انه تستطيع دولي ان تلعب الخريطه، خريطه ساكس بيكو. لا، نحن اللي عم نشوفه هلا انه في جهود، هذه الجهود هي جهود تحريريه عسكريه، وفي عمل كذلك بيدرسون ولا غيره عم يشتغلوا على قضيه، بس احنا عم نشوف المعارضه نفسها ترفض حاليا هذه الجهود اذا لم تكن موافقه للميدان. انت هلا ما عم تحكي قبل 10 ايام كان شيء، كان في قرار 254 ربما والمعارضه تدعو اليه، بس هلا لا، هلا راح يكون في عمليا استلام السلطه من دون اي شيء لاركان، من دون اي حدا من اركان طيب. النظام. يعني افهم كلامك استاذ جمعه انه حالياً اجتماع الدوحه ولا تصريحات جير بيدرسون لها اهميه على ارض الواقع؟ هي ما فينا نقول لها اهميه او لا، حتى نشوف شو نتائجها. يا ترى هل استطاعوا المجتمعين في الدوحه فعلا ان يخرجوا بشيء قد يقنع الارض، سواء كانوا اقناع مثلا قاهر او سواء كانوا اقناع فعلي على الارض؟ هذا هو السؤال. ممكن هن شو بيقدموا؟ الحكي سهل، احنا شفنا الايرانيين رح نعمل ورح نجيب ورح ندعم النظام، وين الدعم؟ الروس نحن سنقف مع النظام، وين الوقوف؟ عمليا نحن الكلام سهل على الميدان، هل هنالك فعلا عم ينحكى صراحه على انه انا بتعرف ماني طائفي، ولكن لازم نوصف الموضوع، المجلس الاعلى للعلويين مجتمع مع الروس وفي مفاوضات على قضيه انه راح يبقى بشار الاسد 6 اشهر ويستلم حكومه انتقاليه كامله الصلاحيات بين ضباط كبار من العلويين وبين
جماعه من خلينا نقول من المعارضه، هن اللي بيستولوا يتولون خلال الست اشهر قيام المؤسسات. هذا في تفاوض حاليا عم نسمعه يعني، بس ولكن برجع بقول لك، هل هنالك هذه المفاوضات، هذه الترتيبات، هذه الخطط، هذا العمل، هذا الرسم السياسي، هل سيكون له تاثير على الارض؟ انا شخصيا لا اعتقد، وان كنت اتمنى انه فعلا، لانه عم رحنا شباب كثير، عم رحنا حتى عساكر، كان من النظام ولا كان من الفصائل المهاجمه، هذول بالاخير شعبنا، ونعرف احنا الجيش العربي السوري هذا اغلبه مجندين معترين، يعني مجندين بالاجباري، وبالتالي احنا اذا كان في فعلا حل يقنع هذا الطوفان الهادر وهذه الجحافل الهادرة، يقنعها بأنه هذا الحل هو سيضمن لكم ما تتمنونه من حل، وهذا شيء جيد. ولكن إذا ما أقنعوا، هون المشكلة، إذا ما أقنعوا، لا أنا أعتقد رح يستمر هذا التحرير إن صح التسميه. نحن عم نشوف انهيارات ضخمة لقوات النظام، وبالتالي نحن قادمون على مرحلة يعتقد مفصلية وخطيرة جدا، وحتى الإسرائيليين عم يلعبوا بقضية السعي والاسترضاء صراحة أهل الميدان، شوي عم يطالعوا أنه نحن والله قصد عم يتواصل معنا مشان يطلعوا هاي الفصائل، أنه تطمينات إلى إسرائيل، أنه بيعرفوا الإسرائيليين أنه لا حل ولا سلام دون الكتلة العربية الصلبة الكبيرة في سوريا، وبالتالي هذا استغلال أنا أعتقد سياسي من قبل إسرائيل. ومن شوي كذلك صرح الإسرائيل، نحن يعني شوف كان التصريح أنه نحن يمكن نتدخل من جانب، وهلا من شوي كانوا عم يصرحوا انه لا، نحن لا، ليس لنا اطماع في سوريا، وبالتالي مرحله مفصليه. ما يظهر لنا، ما يظهر لي انا شخصيا، انه في ضياع ان صح التسميه لدى الدول المتدخله، وهذا السيناريو انا ارجحه انه في فعلا في عدم خلينا نقول مفاوضات كثيره الى ايجاد حل معين، ولكن الميدان يتكلم، وشاهين صراحه هو الذي يتكلم على حسب ما عم نشوف. واتمنى ان لا يطول هذا التحرير كثيرا، واتمنى ان يكون سريعا جدا بشكل يرفع الالم والحيف عن المعتقلين، ويرفع الالم والحيف عن شعبنا كذلك، وان تنتهي هذه المعارك على خير وسلام بدون اي شخص من رؤوس هذا النظام المجرم، وان يجتمع بعد ذلك السوريون على طاوله مستديره يجمعون خلافاتهم كلها بشكل ديمقراطي وفعال. نعم، من بيروت جمعة محمد الهيب، باحث سياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات.